شيخ، كنت عندي سؤالين بس. السؤال الأول بالنسبة للكلية، في كلية عندنا في رحلات يعني الإسكندرية وكده ومرسى مطروح، فبيكون في الأتوبيس في اختلاط، يعني بيبقى في نص للرجال ونص للنساء، فهل الرحلات دي تجوز ولا إيه؟ طيب أنت في الأمام مع رجال والنساء مع بعضهن لا بأس. طب لو بيشغلوا موسيقى في الأتوبيس؟ مسألتين، إن استطعت أن تنكر المنكر أنكرت، ما استطعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.